ده اللي بيه احلى وعمري، ده اللي انا هديله عمري، يا ملل اللي بستنى له. ده انسان قلبه اسود، ده انسان فاضي وبيغتاب كل الناس، عبته عقربة مش لاقية حتة تنام فيها. ده ما في حياتي ما اتأذيت من انسان كده. راجل ورجال قليلون وعمشوري على كبدي، يعني كرم الدنيا طيبة وحنية الدنيا. الله الله. من قلبي. هو بعد اللي قالته مي، أنا الصراحة لو قعدت من هنا لحد آخر يوم في عمري أنا مش هخلص كلام حلو في مي، لأن مي ما فيهاش حاجة وحشة. قصة إن هي كانت بتتكلم عن أهلي وحش وخدت اللي فيه النصيب، علشان ما ينفعش تتكلم عن أهلي وحش. يا عم ما اتكلمت على أهلك في الفرح الأولاني وأنت فوتت ورجعت اتجوزتها تاني. ليه ما أنا سبتها؟ بس رجعت بعد ما راحت اعتذرت، وبعد ما راحت بست راس ماما وبست راس خالي وقالت لهم انا اسفه وانا غلطت. كان نفسي البني ادم زي ما بيحب يتحب. ما تحبتيش؟ لا. كان وهم يعني؟ ممكن. بس انت مادام بتعيطي عليه يبقى لسه بتحبيه. لا، مش العياط، العياط مش على شخص. عمري ما الذكرى تتمحي، بس الحب بيخلص. بس بتبقي زعلانه انك اديتي كتير قوي، حب كتير قوي، وانت ما تحبتيش. ليه؟ انت بتحاولي في سنين في نفس شخص وما بتنجحيش. يعني العيب عند مين؟ طب العيب عند، بتقعدي تكلمي نفسك، هو العيب عندي انا ان انا، هو انا ما اتحبتش ليه؟ هو انا ما تقليش الكلام ده زيها ليه؟ ما فيش غيرك مالي عينيا واقع فيكي وبلغيكي. كان هيقتلني، وكان ممكن دلوقتي يبقى موجود في السجن في قضيه شروع في قتل، وخسرت جزء من جسمي. كلام كبير طبعا. اما هو يطلع يتهمني تهمات رهيبه كده ويسوق صوتي قدام الناس، وانا ساكته وستر عليه كل الوقت ده، ومش عايزه اعمل له مشاكل، ومش عايزه اسجنه، ومش عايزه، انا ست محترمه، وعشان انا بستر وحفاظا على العيش والملح. اللي هو بيتكلم عن عيش والملح، هو ما يعرفش ان ايه عيش وملح على فكره. لا والله سمية الشباك، ما سمية الخشاب. خلاص بقى نقلب على الموضوع تاني.